جاش من فراغ طبعا، من مجهودات المدربين والمشرفين، الناس مشرفة على الرياضة يعني، ما جاش من فراغ. والحمد لله يعني احنا الطائرة تحصلنا والقدم كذلك في رغم الظروف اللي نحن فيها يعني. كان طاغي زي ما تقولي، كان كتم على اللعبة ونيوة، والحمد لله بعد الثورة الناس كلها تطلع مع من جهة السياسة للرياضة، والحمد لله تو بدنا نخدم. وشفتي فريقنا الحمد لله يعني فريق يعني مؤهل للبطولة. الصحوة الموجودة الآن في الشباب الليبي يحب يبرز نفسه في الجانب الرياضي، والحمد لله زي ما قلتي حضرتك بالفعل مشاركاتنا جيدة، سواء مستوى على المستوى العربي والله على المستوى الأفريقي. بعد الثورة اللي شفناها أنه الدولة الليبية ولا تعطي فلوس أكثر للفرق وكل شيء، ودونك ولاو يصرفوا أكثر فلوس. تونس دائما دعمتنا في تربصاتنا في مشاركاتنا، بالإضافة إلى أن من خلال الجوار بيننا وبين تونس ما فيش أي اختلاف، حتى في الأمور الاجتماعية في الأمور العامة. لذلك الرياضي الليبي لما يجي لتونس كيف ما أنا موجود في ليبيا ما في شيء اختلاف بين ليبيا وتونس. نتمنى أن يكون القادم أفضل للرياضة الليبية في خلال الفترة القادمة إن شاء الله.